هيبقى موسم خير ووفرة على مصر كلها ان شاء الله رب العالمين. احنا عندنا مساحة منزرعة 272 الف فدان، وعندنا متوقع لهم ان شاء الله 450 الف طن. عندنا 39 موقع استقبال قمح على مستوى الدقهلية، المواقع كلها مشكلة بلجان استقبال من التموين والزراعة وسلامة الغذاء والأبانية والجهة المسوقة والبورصة السلعية. كافة اللجان شغالة على مدار من الساعة 8 للساعة 6 مساء. معدل التوريد إن شاء الله كده بإذن الله موسم خير، وصلنا النهاردة 90 ألف طن بإذن الله. معدلنا تعدى ال 13 ألف طن في اليوم إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله هيبقى في معدل مرتفع عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت استقبلنا 320 ألف طن، إن شاء الله السنة دي متوقع إن شاء الله ندخل في 400 ألف طن بإذن الله. القيادة السياسية كانت حريصة كل الحرص على هذا المجال، وهو رفع سعر التوريد الطن أرداب القمح ل 1500 جنيه، مما شجع الفلاحين كلها على سرعة التوريد والاستفادة من فرق من السعر العالي للتوريد. النهارده 1500 جنيه سعر مجدي جدا. ثانيا السعر القمح العالمي انخفض عن ما كان سابق، فان شاء الله في اقبال شديد من الفلاح على التوريد، ومتوقع ان شاء الله زياده الكميه ان شاء الله السنه دي. تحذير ممنوع نقل القمح خارج المحافظه الا بتصريح من مديريه التموين الخاصه. ثانيا ممنوع استخدام القمح في اعلاف، ممنوع سواء مواشي او طيور او اسماك او استخدامه في مصانع الاعلاف او مزارع السمك، كف او المطاحن الخاصه. كل هذه المحاذير، كل ومن يضبط عنده اي مخالفه من هذا يحلل اوراق للنيابه العامه لاتخاذ اجراء ومصادره كميات لحساب الهيئه العامه للسلع التموينيه. عندي 39 موقع، منهم اربع صوامع راسيه والباقي الاماكن هناجر وشوى. الصوامع عندنا السعر التخزينيه بتاعتها 60,000 طن موزعين على 12 خليه، كل خليه 5,000 طن. الشغل فيها كله الكتروميكانيك بدون كله اوتوماتيك. ما شاء الله السنه دي في رضا عام جدا جدا من المزارعين بسبب ارتفاع السعر السنه دي. ممكن يكون التوريد بيوصل معانا لحد 1500، وفي بعض في اثناء الذروه في صومعه النغم بيوصل ل 2000 طن في اليوم في داخل الصومعه، وربنا يزيد الخير لمصر ان شاء الله.